احنا اليوم طلعنا ناشد الحكومة، ناشد حامي الدستور، رئيس الجمهورية، تنفيذ القانون. اليوم ما مطالبين هسه بغير شيء، اكو قوانين شرعتوها، قانون واضح ضمن الموازنة مال 2019 بند رقم 60، هذا القانون ريد تفعيله اليوم. بس رقم 60 بالموازنة ينص على منع استيراد المنتوجات الغذائية اللي هي المرطبات والعصائر ضمن 2019، هذا البند هو ضمن 2019 نافذ، يعني بنهاية 2019 يصير غير نافذ. انت اليوم راح نص السنة راحت وانت ما منفذينه. وزارة المالية صدرتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. الامين العام اليوم شنو دوره؟ امين العام احتفظ بالكتب يخليها يسطرها اليوم حتى يعرف منه شو يا كتاب يقدمه ويا كتاب يأخره. يعني هذا يا ما الله احنا ضعفاء بس الله بالمرصاد، هذا مو صحيح. هاي العوائل والناس هذه اللي موجوده شنو ذنبها؟ نصها فقدت عملها والنص الثاني كاض على الباب على السرة. الاغراق اللي صار غير طبيعي اليوم. العراق تحول من بلد من سوء الى أسوأ اليوم. كان بلد يصير به مزايدات يزايدون عليه، هسه اليوم البلد صار سبيل مو مزايدات. كانوا يزايد ياول يدفع زيد ياخذ، هسه صار مفتوح، ابوابه كلها مفتوحه اليوم. تعرف الجمركيه كانت موجوده العام الماضي شكل، هسه نزلوا تعرف الجمركيه شنو مصلحه البلد هذا اليوم؟ بلد مديون. ليش طلعوا قوانين زودوا تعرف الجمركيه غير ايرادات؟ من اجتك ايرادات زياده؟ من خفضت التعرفة الجمركية بصالح من؟ هذا علامة الاستفهام. تخفيض التعرفة الجمركية اليوم على المنتجات المستوردة لصالح من؟ لصالح العراقي؟احنا منتسبين مصانع ما لها شكري. هاي المصانع هسه اثر عليها الاستيراد الخارجي، نستورد من دول الجوار، وراح توقف المصانع مالتنا، الله وكيلكم راح توقف، وراح نحن نديح بالشوارع. زين، هذا مصدر رزقنا، واللي حاربنا مصدر نوقف. احنا هاي السنين كلها ما وقفنا، لكن هسه نوقف. وصلت المساله لباب الرزق، فباب الرزق خط احمر بالنسبه لنا. يا اخي هذا رزقنا، ما كل شيء ما اريد من عندكم، بس طبقونا القوانين اللي انتم قطعتوها على انفسكم. سووا هسه الحكومه العراقيه سووا اتفاقيه الاردن بعد ما تقدر ترجع. سووا اتفاقيه بس اكو فقره موجوده رقم 60 بالموازنه مال 2019 تقول استيراد اي ماده من خارج البلد وهي موجوده محليا ما يجوز. طبقوا هذا البند، كل شيء ما اريد، جيبوا عم نستورد وكل شيء، بس اكو صناعات محليه عندنا، والصناعات المحليه تكفي العراق وتزيد، وحتى حاضرينها منصدر الدول الخارج. زين، ليش تحاربونا بهاي المساله؟ ليش افيد دول الجوار وعايف ابناء بلدي؟ هذا مطلبنا لا اكثر ولا اقل. هاي هذا المكان الناشد مجلس المحافظة والناشد رئيس الوزراء ومجلس الانضباط بتوقيف الاستيراد الإيراني يعني يأثر على الصناعة العراقية. شوف هسه هاي العمال بالآلاف، إذا وقف صناعة وين تشتغل؟ وين تروح؟ كلها تموت من الجوع. أبو المعمل شهرين ثلاثة ينطي، بعد ما ينطي ما يجي. هسه ما مستلمين رواتب. هسه ما مستلمين رواتب. الإيراني والأردني والكويت حتى هواي منتوج جاي يأثر على الدول كلها. فالناس حكومة توقف هذا المنتوج حتى العمال تعيش تاكل منين يجي يعني يزيد العطال وبطال وبصرة. فالناس حكومة يعني هسه باعتبار فاض البصرة فاض بعطالة بطالة، فلا زيد بزايد بعد. لأن وقفت المصانع راح يزيد العطالة بطالة، راح يزيد الكتل، التسيب، النهب، الدماء تزيد بالبصرة. فالناس من الحكومة العراقية توقف هذا الشيء حتى تساعد هالعالم. Thank you.
طلعنا هاي الطلعة وإحنا العمالين الأجنبي العراقيين قعدتهم فوق الاقتصاد ما انضرب وجايبيننا من العمالة الأجنبية قعدتهم وصلتونا إلى نقطة الصفر إلى نقطة النهاية قلونا مثلا إحنا نموت لو نروح لغير دولة مثلا نعيش مثلا جبتونا هاي العمالة الأجنبية وضربتوا اقتصادنا وين نروح نزين الشعب استوكم يلا ذكرتونا زين احنا الشعب وين نروح؟ انتم بالله عندكم مليارات تجون غير دولة تعيشون، بس احنا الشعب وين نروح؟ نموت يعني هنا نظل؟ تجيبوا لنا اقتصاد وكل شيء ما ندري وهاي؟ نحن رابطة وصلنا إلى آيس كريم، اليوم وقفنا وقفة احتجاجية أمام مجلس محافظة بالبصرة، وقام السيد صباح البزوني مشكورا باستقبالنا وسمع شكوانا. احنا شكوانا اليوم في خصوص الآيس كريم المستورد اللي قاعد يطب لنا من بلدان الجوار، قاعد يأثر بشكل فعلي على المصانع مالتنا، من ما أدى إلى توقف المصانع توقف كامل. النتيجة مالتها التوقف راح تشوفون احنا قدامكم، هاي العاملين الموجودين هناك كلهم اصحاب عوائل، فالنتيجة مالتها راح تنقطع عن العمل. واحنا ناشد الحكومة لانه عندنا احنا مشكلة بطالة، عندنا البطالة وما جاي تنظر الحكومة الى القطاع الخاص، هذا التشغيل كله جاي يخفف من عندكم من اعداد البطالة الموجودة عندنا هنا. فالناشد رئيس الوزراء والناشد السيد رئيس الجمهورية ورئيس والسيد رئيس مجلس النواب الوضع حل جذري الى موضوع الآيس كريم المستورد الجاي طبنا من بلدان الجوار. نوجه مناشدة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان العراقي بالنظر إلى القطاع الخاص كونه المورد الأساسي للشعب البصري. بالنسبة لنا احنا اكثر العاملين هنا خريجين من سنوات قديمة 2012 قسم اكو من 2006 و7، احنا هذا باب رزقنا الوحيد. احنا هنا نطلب من عندهم تفعيل القانون العراقي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص، لان الدولة ما بيها او ما عندها استطاعة توفر فرص عمل للعاطلين، فنرجو منكم دعم القطاع الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية والتسهيلات للرؤوس الأموال العراقية وعدم هجرتها إلى خارج العراق، لأن هذا مورد ثابت للبلد. أعرف نفسي أحمد عبد الرضا عبوش شبيب، أنا منتسب إلى شركة فستغة، صار يقارب 13 سنة هنا أنا شغل. نناشد الحكومة أن يوفرون العمل، إحنا هسه حاليا توقف المعمل، يعني ليش نناشد رئيس الوزراء بأنه يفتحون الأعمال، إحنا ناس عمال يعني كلها عوائل عدها. نناشد من رئيس الوزراء بأنه يفتح للعمال هاي عطالة بطالة، شنو ذنبها يعني؟ ليش احنا ناس عراقيين بأنه إيران دمرت الشعب العراقي بمستورداته. ناشد الحكومة العراقية بتشجيع المنتوجات الوطنية وكذلك المشروبات الغازية والشغلات اللي تفيد البلد. بالنسبة للصناعات العراقية اللي عندنا كفاءات وعندنا هذا إنتاج عراقي، يعني الصناعات الوطنية شبيهة، يعني ليش يعني الاستيراد دائما يعني من الدول الجوار؟ فيعني هاي العالم اللي قعدت شنو ذنب عوائلها؟ يعني أكثر العدد هاي الشركة 800 عامل أو 900 عامل تقريبا أكثر. فإحنا نطلب من الحكومة العراقية
أن تمنع هالاستيرادات اللي من دول الجوار، وإحنا نطالب يعني بالمزيد من العطاء، ونناشد رئيس الوزراء ونناشد البرلمان العراقي أن يوفر فرصة لهؤلاء الشباب والعوائل اللي عاطلين عن العمل، وإن شاء الله الحكومة ما تقصر تستجيب لنا مطالبنا. ظهرنا هذا اليوم لدعم المنتج المحلي، وذلك بتفعيل قرار المادة 60 من قانون الموازنة العراقية 2019. وبصراحة أقول إذا ما تدعمها الحكومة، منو اللي يدعمها؟ اللي اليوم جاي يطب المنتج الأجنبي بأسعار رخيصة وجاي يسد على البضاعة المحلية. وهل يشوفون اليوم احنا طلعنا تقريبا ما يقارب 1500 عامل، بيهم الإداري وبيهم المهندس وبيهم الفني، كلهم هذول الناس محافظة واحدة، ايش حال بقية المحافظات؟ ايش قد اكو معامل موجودة بالعراق؟ كلها راح تتوقف بسبب سوء إدارة من الحكومة. ما طالبين شيء احنا، كل اللي طالبينه انه نحافظ على وظائفنا، هذا كل المطلوب. نحن مصنعي العراق وقفنا هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس معاوضة البصرة ومعاوضة البصرة برئاسة السيد صباح البزوني حول موضوع تفعيل المادة 60 والفقرة 1 من الموازنة، قرار الموازنة العراقية المقرة بتاريخ 11/2/2019، وهي تنص على منع على مجلس الوزراء منع استيراد المرطبات والعصائر. بالإضافة إلى هذه المادة لحد الآن غير مفعلة، على مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية بتفعيل هذه المادة لحماية المنتج المحلي اللي إلى منتج مشابه لهذه المادة. فنرجو من السادة الحكومة المحلية والأشخاص التابعين لمجلس الوزراء أن يطبقوا هذه المادة بكتب رسمية إلى المنافذ العراقية، بالإضافة إلى الجمارك العراقية لتفعيل هذه المادة. هل مثل ما شفتوا أنتم اليوم الوقفة الاحتجاجية اللي كانت موجودة، طلعت آلاف أو بالأحرى آلاف من الناس من العاملين بالمصانع اللي هم أكثر من 1500 عامل، بالإضافة إلى أكثر من 50 مصنع شارك بهذه الوقفة الاحتجاجية. فعلى مجلس المحافظة ومجلس والمحافظة أصلا بأنه تكون صائبة بهذه الوقفة مع المتظاهرين من العمال التابعين إلى هذه المصانع. اليوم ظهرت مظاهرة كلش كبيرة في مقابل مجلس محافظة البصرة، ويعني بسبب عدم تنفيذ المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية في 2019. اليوم اللي ظهروا اللي موجودين في الساحة حاليا هم يمثلون المعامل اللي تشمل الآيس كريم والعصائر والمرطبات. اليوم الضرر اللي صار بهم انه دخلت البضائع الاجنبيه المستورده من الخارج، وبالتالي اثرت تاثير كلش فعال وكبير على المعامل بحيث وقفت هذه المعامل. حجم الضرر اللي صار انه 15500 عامل واداري ومهندس توقف عن العمل. اضف الى هذول كلهم انه الدائره الاقتصاديه اللي تحيط هذه العمليه، يعني العمليه مو فقط انتاج، وانما الماده الاوليه توقفت، التجار المواد الاوليه توقفوا، الموانئ توقفت، وسائط النقل توقفت، العمال، التحميل، النفاض، الانتاج، المعامل الاخرى اللي هي مثلا معامل الكرتون والطباعه وغيرها. هذا يتحمله كثير من الناس، اولا النواب، اثنين
الحكومة التشريعية والتنفيذية، ثلاثة اللي جاملون على حساب أبناء جلدتهم، اللي جاملون الغير وفي سبيل أو في سبيل مصالح بسيطة مقارنة بهذول الناس والشباب والأولاد. زين احنا هذول أبنائنا وين نوديهم؟ اتفاقية سؤال تأثر عليكم؟ يعني احنا العفو يعني أولادنا هذول اليوم اللي هم خارج نطاق هذا العمل، وين راح نوديهم؟ اللي هم هسه حاليا متوقفين عن العمل. بعدين احنا اتفاقية الأردن يا أخوان اتفاقية جائرة، احنا اليوم جاي تدخل كل البضائع، هم اللي قالوا 314 مادة بس هي حقيقة كل البضائع جاي تدخل عن طريق الأردن وبدون جمرك ولا ضريبة، مجرد انه يشيلون اللبل الانتاج اي دولة اخرى ويحطون ميد ان جوردن وتدخل البضائع، وبالتالي انه قتلة الصناعة العراقية، مو احكي لك على محافظة البصرة فقط وانما على عموم العراق. أخي العزيز، نطالب الحكومة بإلغاء هذا القرار وسد الحدود وتدعم المنتج المحلي. الحكومة من سوت هذا أذت الشعب، والأذية الشعب طاحت برأس هذا العامل الفقير جاي يتكع من الصبح لليل. زين أنت من صدر القرار غير تجيب مصلحة الشعب لو تضط الشعب؟ زين هو هذاك المستثمر مستفيد برأسك، والصناعة هذه شو مستفيدة برأسك، والمحلي كاتلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم نور الدين من البصرة، من معامل البصرة لإنتاج الموطة، موطة فستقة. بالنسبة للقرارات اللي جاي تصدر علينا كلش قرارات مؤذية، وهاي العالم تقريبا 1500 نفر متظاهرين حاليا على مود راح ينقطع رزقهم. هل يا ترى 1500 نفر ينقطع رزقه بسبب هاي القرارات وبسبب الإنتاج الاستيراد من إيران وغير إيران والأردن؟ واحنا عايشين مظلومين، احنا على الله على هذا الشغل. زين احنا لا تعيين لا كلها صحبان شهايد، كل انا خريج فنون جميله. زين وين نروح يعني نشتغل؟ شو نسوي يعني؟ نجدي نقعد بباب المحافظه الكوم؟ يعني لا تعيينات لا لا لا, لا حصه بيها خير لا شيء. يعني والله مثلنا بالعباس، مثلنا عمي رحمونا خلينا نعيش، خلي هاي العالم تعيش مثلنا والحسين مثلنا. زين يوميا قرار، يوميا انتفاضة، يوميا هاي، خلونا نعيش، خلي هاي العالم الفقراء المساكين خل تاكل، خل تعيش، خل تشتغل. شو تريدون من عندنا؟ شو نصدر من ايران؟ ايران شو نصدر لها؟ واحنا ابن البصرة ميت جوع، شو نصدر من ايران؟ شو نصدر من الاردن؟ شو هذول؟ زين احنا جايين نشتغل منا على باب الله، خلونا نشتغل، خلونا نعيش. يوميا قرار، يعني احنا ننقطع رزقنا، وين نروح؟ نجي لباب المحافظة قال فيك الله. زين احنا نريد نقول نظلون بقضيتنا، بقضية هاي الشباب المسكينة، عوالنا جاي الثاني هسه، عوالنا الثاني تفضياتنا. أنا في الساعة المرة تتصل علي، ها بطلت بعدك، ليش هتشي؟ قلق نفسي، عيش قلق نفسي، دمرتوني، ما يصير هتشي، ما يصير، والله ما يصير. زين أتاني تبطيطي، هذا الزلمة أتاني تبطيطي، هسه يبطل هذا، هسه وين نروح؟ وين نروح؟ شوفوا لنا حال عمي، متنا والله شفنا الظلم، كافي نريد نعيش، إيجارات عندنا بيوت، تصدر من إيران، شنو يا إيران؟ ما يصير يا عمي، ما يصير، حرام.